اهلا وسهلا ومرحبا بكم وتحياتي لكم. لا بونت جو سور دو مون باركين، خارج من الباركين ديالي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والصحه والعافيه، وكل ما تمنوه لكم كاين الحمد لله على بلادنا. الحمد لله كتفكرني، هذه الحمد لله كتفكرني بالحاج محمد العنقا الله يرحمه، اللي يقول الحمد لله ما بقى استعمار في بلادنا. مولاي الحسن الثاني بالحروب اكتفنا، بن مولاي دريس بن دريس الشرف الاحرار. مولاي الحسن الثاني بالحروب اكتفنا، بن مولاي دريس بن دريس الشرف الاحرار. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا. كنحييكم ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فوالا راني دابا غادي للروش نوار، جيت من لافيل غادي للروش نوار وكندخل توسط الدروبه. وسط الدروبه الحمد لله، تاع الدروبه ما كان غير طوموبيلات، طوموبيل حدا طوموبيل، زناقين قيين، توت اي بروب المغرب. تحياتي سي قنوني، والقنون قنوني، قنون شكيب اللي عيط ليا كان في فرنسا الدكتور، وكيعاود لي واحد القصه وانا كعارفها واخا حكاها ليا. قال لك كاين واحد الجروب ديال الجزائريين في فرنسا، شوما كاين لا كلاكسون لا والو، الناس متخلقين. كاين واحد الجروب ديال الجزائريين مقابلين غير الجامع، كيحيدوش من الجامع، هما شي جروب ديال الجزائريين ديما في الجامع، والمهم ديما في المسجد وديما سطوله ولوضو وكذا راك عارف، ومروجين القضيه في الايمان وكل شيء. والحرفه ديالهم شنو هي؟ سرقه السيارات، كيخونوا لي فواتير، الاختصاص ديالهم يخونوا لي فواتير. ربما غادي يشوفوا هاد لا فيديو وغادي يعرفوا راسهم دي زالجيريان. الاختصاص ديالهم سرقه الطوموبيلات، ولكن ما كيحيدوش من الجامع. مره مات واحد فيهم، هذاك الجروب مات فيهم، هذاك الجروب ديال الجزائريين اللي مقابلين غير الجامع، مات واحد فيهم وبغاو مساعدات، بغاو مساعدات. دونك اش داروا؟ مشاو حطوا، دوك يجمعوا ليه، يجمعوا الفلوس لهذاك اللي مات. مشاو حطوا فين؟ حطوا الاخر فين؟ حطوا الطبق، الصينيه ديال المساعدات فين حطوها؟ حطوها نعم مولاي، حطوها في المسجد اللي مشيو ليه المغاربه، كيعرفوا ان المغاربه فيهم الكرام وكيصدقوا بزاف. ما حطوش المسجد ديال الجزائريين، حطوه في المسجد ديال المغاربه، لانهم سي غارونتي انهم غادي ياخذوا مساعدات من عند المغاربه. هذا هو دابا هذه القصه، هذه راه فري سيدي. الله قطع معايا دابا سي كيعاود ليا، يا ودي هادشي انا راني عارفه وراني كابر فيه، وحتى حاجه ما كتجيني غريبه. كنعرف انهم هما ما كيبغيوش يقولوا ان المغرب، اي حاجه زوينه على المغرب ما كتقالش، سمعتيني. انا فاهم، ما كنفكر ما يجيني الضحك غير بوحدي، والله العظيم القرا خيرو شي حاجه بشكل. دابا عرفتي علاش وقفت؟ ماشي غير نتيري في ليسات، نتوما مالين الخير ما لقيتش.